نشرة رياضية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة. مشاهدينا أهلا بكم، معكم خلالها أحمد بشتو. فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على الجابون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، وذلك ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة لتصفيات المؤهلة للملحق الأخير لكأس العالم لعام 2022. ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 نقطة ليبتعد بصدارة المجموعة بعد أن ضمن التأهل للدور الحاسم. حلم تأهل الفراعنة لمونديال 2022 يبدو أنه يقترب من التحقيق. منتخب مصر حسم بطاقة التأهل للمرحلة الحاسمة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، وقطع خطوة كبيرة نحو الصعود للمونديال للمرة الثانية على التوالي. منتخب مصر أحكم قبضته على المجموعة السادسة التي ضمت إلى جواره الجابون وليبيا وأنغولا، وتصدر مجموعته بأربعة عشر نقطة جمعها من أربعة انتصارات وتعادلين ودون هزيمة واحدة. خاض المنتخب الوطني أولى مواجهاته خلال مرحلة المجموعات بلقاء أنغولا، وفاز بهدف نظيف لمحمد مجدي أفشة من علامة الجزاء. وجاءت ثاني المواجهات حين حل ضيفا على الجابون، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وخاض منتخب مصر ثالث مواجهاته ضد ليبيا تحت القيادة الأولى للبرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب، واستطاع الفوز بهدف نظيف. وفي الجولة الرابعة عاد منتخب مصر لمواجهة نظيره الليبي، واستطاع أن يحقق الفوز عليه بثلاثية نظيفة داخل الأراضي الليبية أحرزهم أحمد أبو الفتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي. وواجه المنتخب المصري نظيره الأنغولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أحرزهما محمد النني وأكرم توفيق. واختتم المنتخب منافسات تلك المرحلة بالفوز على أنغولا بهدفين مقابل هدف. وفي محصلة تلك المواجهات استطاعت كتيبة الفراعنة تسجيل 10 أهداف، وتلقت شباكهم 4 أهداف. وفي الدور الحاسم من التصفيات ينتظر المنتخب الوطني تحديد من سيواجهه في مارس المقبل، والآمال معقودة على هذا الجيل من اللاعبين لتحقيق حلم الجماهير العريضة بالتأهل لمونديال 2022 وسط طفرة حقيقية تشهدها الرياضة المصرية ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية. كما فاز المنتخب المغربي على ضيفه الغيني بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لعام 2022، وسجل أهداف المغرب ريان ماي بواقع هدفين وأيوب الكعبي في الدقائق 21 و29 و60 على التوالي. وضمن المنتخب المغربي التأهل للدور الفاصل من تصفيات كأس العالم، حيث يحتل الصدارة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات. أيضا فقد تمكن منتخب الجزائر من حسم تأهله إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لعام 2022 عقب التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2. بهذا التعادل يرتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 14 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحبة الوصافة برصيد 12 نقطة. أيضا فقد حسم المنتخب التونسي تأهله إلى الدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لعام 2022، وذلك بعد فوزه على زامبيا بثلاثية أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. ورفع منتخب تونس رصيده إلى 13 نقطة منفردا بالصدارة بفارق نقطتين عن منتخب غينيا الاستوائية الذي تعادل مع موريتانيا في الجولة نفسها، وسجل ثلاثية نسور قرطاج كل من عيسى العيدوني في الدقيقة 18 ثم محمد دراجر في الدقيقة 31، واختتم علي معلول التسجيل في الدقيقة 43، بينما سجل هدف زامبيا الوحيد اللاعب فاشون تاكالا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.
أيضا فقد تأهل منتخب الكاميرون إلى الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022، وذلك بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدف للا شيء. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 22. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الكاميرون إلى النقطة 15 في الصدارة، فيما توقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 13. تعادل منتخب نيجيريا مع الرأس الأخضر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لعام 2022. بذلك الفوز يظل منتخب نيجيريا في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة ليتأهل رسميا إلى الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لعام 2022. وأوروبيا حجز المنتخب الهولندي مقعده في نهائيات كأس العالم لعام 2022 بفوزه على ضيفه منتخب النرويج بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 23 نقطة في ترتيب المجموعة السابعة، بينما توقف رصيد النرويج عند 18 نقطة في المركز الثالث. وقد اختتم المنتخب البلجيكي مشواره في تصفيات أوروبا بعد حجز التأهل المباشر لمونديال قطر بتعادل إيجابي 1-1 مع نظيره الويلزي. بهذه النتيجة أنهت بلجيكا التصفيات برصيد 20 نقطة في الصدارة وبفارق 5 نقاط عن المنتخب الويلزي الذي سينتقل إلى اللعب في الملحق. ومن جانبه فاز المنتخب الفرنسي على مضيفه الفنلندي بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لعام 2022. الفوز رفع رصيد المنتخب الفرنسي إلى 18 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الرابعة، في حين حلت فنلندا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة. سجل ألكسندر شلتزينكو وأرتيم دوفبيك هدفين في الشوط الثاني خلال فوز محوري لأوكرانيا بنتيجة 2-0 في البوسنة لتضمن الانتقال إلى ملحق كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. بهذه النتيجة حسمت أوكرانيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطة واحدة عن فنلندا الثالثة في الترتيب، التي خسرت على أرضها بنتيجة 2-0 من فرنسا المتصدرة والتي تأهلت إلى النهائيات بالفعل في الجولة السابقة. ويتنافس في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 12 منتخبا لاقتناص 3 بطاقات فقط. حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب الأرجنتيني مع ضيفه البرازيلي في قمة الجولة 14 من تصفيات كأس العالم لعام 2022 لقارة أمريكا الجنوبية. التعادل رفع رصيد المنتخب البرازيلي إلى النقطة 35 في الصدارة، في حين ارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 29 نقطة وأصبح بحاجة لانتصار واحد في آخر 4 مباريات لحجز مقعده في المونديال. عمق منتخب بوليفيا من جراح أوروغواي بعد أن باغتها بانتصار كبير بنتيجة 3-0 ليعقد موقفها من التأهل إلى مونديال 2022. يعد هذا الانتصار الأول لبوليفيا على ملعبها على أوروغواي في التصفيات منذ مباراتهما في أكتوبر من عام 2012 في التصفيات المؤهلة لمونديال 2014. ورفعت بوليفيا رصيدها إلى 15 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الأوروغواي عند 16 نقطة في المركز السادس.
كما انتهت مباراة منتخب كولومبيا مع ضيفه باراغواي بالتعادل السلبي ضمن الجولة 14 من تصفيات كأس العالم لعام 2022 لقارة أمريكا الجنوبية. بهذا التعادل باتت كولومبيا في المركز الرابع ب 17 نقطة، أما باراغواي ففي المركز التاسع برصيد 13 نقطة. كما واصل منتخب بيرو مسلسل نتائجه الإيجابية بانتصار ثان على التوالي، هذه المرة خارج ملعبه أمام فنزويلا بهدفين لهدف ضمن الجولة 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، وبفوزه الثاني على التوالي والثالث خلال آخر خمس جولات يواصل فريق المدرب الأرجنتيني ريكاردو غاريكا استفاقته رافعا رصيده إلى 17 نقطة يقفز بها لمراكز التأهل المباشر للمونديال ولو بشكل مؤقت. أحرز كايل لارين هدفين ليقود كندا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على المكسيك ليقفز أصحاب الأرض إلى صدارة تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف والمؤهلة لكأس العالم. ويعد المنتخب الكندي الوحيد الذي لم يهزم في ثماني مباريات في التصفيات، ويحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة، يليه الولايات المتحدة ولديها 15 نقطة بعد التعادل بنتيجة 1-1 مع جامايكا. وجامايكا فرضت التعادل بنتيجة 1-1 على الولايات المتحدة في مباراتهما في تصفيات كأس العالم ليصبح موقع تشكيلة المنتخب الأمريكي الشاب في صدارة تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي في خطر. وكان من المتوقع أن يسيطر المنتخب الأمريكي على المباراة بعد فوزه بمبارياته الأربع السابقة أمام جامايكا وعقب انتصاره بنتيجة 2-0 على المكسيك الأسبوع الماضي. فاز أتلتيكو مينيرو على أتلتيكو بارانيسي بنتيجة 1-0 في الجولة 32 من الدوري البرازيلي ليواصل مهمة الكفاح من أجل المنافسة على اللقب الغائب عنه منذ نحو نصف قرن، ورفع مينيرو رصيده بهذا الفوز إلى 71 نقطة في صدارة جدول الترتيب ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه نادي فلامينغو إلى 11 نقطة. في المقابل توقف رصيد بارانيسي عند 41 نقطة في المركز 11. تنطلق غدا الخميس منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز بإقامة أربع مباريات، حيث يلعب فاركو مع ضيفه مصر للمقاصة في 3 عصرا، بينما يواجه إسترن كومباني يتواجه مع فريق فيوتشر في 5:30. كما يلتقي الاتحاد السكندري فريق الجونة في 8 مساء، كما يلعب في نفس التوقيت فريق سيراميكا كليوباترا أمام نادي البنك الأهلي. كما يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته وذلك استعدادا لاستئناف الدوري. يخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. وتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات بالعلامة الكاملة. كذلك خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأخير على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك قبل التوجه إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. واحتل الزمالك المركز 5 برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن البنك الأهلي صاحب المركز 4 بنفس الرصيد من النقاط. سجل بول جورج 34 نقطة ليقود لوس أنجلوس كليبرز للفوز بنتيجة 106-92 على سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
أضاف ريجي جاكسون 21 نقطة، وأسهم الشاب براندون بوستون بتسجيل 13 نقطة ليتعافى كليبرز من خسارته الوحيدة هذا الشهر بنتيجة 100-90 أمام شيكاغو بولز يوم الأحد، ويحقق فوزه الخامس في 6 مباريات على أرضه، وتعد هذه الهزيمة السادسة لسان أنطونيو في آخر 8 مباريات. كما أحرز ستيفن كيري 37 نقطة وعادل أفضل رقم هذا الموسم بتسجيله 9 ثلاثيات ليقود جولدن ستيت وريلز إلى فوز ساحق بنتيجة 117-99 على بروكلين نتس في نيويورك بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. انضم كيري إلى راين ألين وأصبح ثاني لاعب يصل إلى 2900 نقطة في مسيرته من رميات ثلاثية، عندما أحرز أول ثلاثية له في المباراة خلال الربع الأول، حيث يتصدر ألين القائمة برصيد 2973 نقطة. أبلغ روجر فيدرر المصنف الأول عالميا سابقا وسائل إعلام سويسرية أنه من غير المرجح أن يعود إلى منافسات التنس قبل منتصف العام المقبل في صدمة لكل محبيه. وتعافى فيدرر من عدة جراحات في الركبة ما يعني غيابه عن بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الجديد. وأكد الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أنه سيكون بوسعه الركض في يناير، بينما سيعود إلى الميران في الملعب بحلول مارس أو أبريل المقبلين. تأهلت الإسبانية جاربين موغوروزا إلى نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بفوزها بنتيجة 6-3 و6-3 على مواطنتها باولا بادوسا في وادي الحجارة في المكسيك. وألغيت البطولة الختامية العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وكان من المقرر في الأصل إقامتها في تشنشن قبل نقلها إلى المكسيك بسبب قيود السفر المتعلقة بالوباء في الصين. خيمت إصابة ألكسندر باركوف نجم فلوريدا باثنزرز على انتصاره الكبير بنتيجة 6-1 على نيويورك إيرلاينز في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية، وهذه ثاني مرة يحقق فيها باثنزرز الذي وضع حدا لأربع هزائم متتالية فوزا ساحقا على إيلاندرز هذا الموسم بعد انتصاره بنتيجة 5-1 في 16 من أكتوبر الماضي. ختام نشرتنا الرياضية، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعة موقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.